السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مباشرة من مدينة صخيرات مدينة الخيرات انطلقت الاحتفالات وبعد لحظات سندخل إن شاء الله لابير دو صخيرات. معنا الفنان عبد الخالق فهيد والسيد عبد العالي عزمي في حفل توزيع الجوائز، جوائز طومبولا كما وعدناكم. فالحمد لله وصلنا للمرحلة ديال التوزيع بعد ما دارت القرعة، أجواء احتفالية كبيرة إن شاء الله. فغادي ندخلوا بكم وغادي نقربوكم إن شاء الله من الأجواء كيفاش دايرة مباشرة من قلب لابيرل دو صخيرة. الاستعدادات على قدم وساق بحضور الفنان الكبير عبد الخالق فهيد والفائزين بالطومبولا ديال جوهرة صخيرات بمدينة صخيرات. ترتيبات متواصلة قبل تسليم الجوائز، وكما كتشوفوا هنا الأخ عبد العالي عزمي كيأكد على الجوائز، أنه عندنا لافيسيل، عندنا تلفاز من الحجم الكبير، عندنا ماكينة ديال الصابون 10 كيلو أوتوماتيك، وعندنا ثلاجة. اللهم بارك اللهم بارك، مبروك على الناس اللي ربحوا بصحة كم وراحتكم. بعض لحظات الكلمه ديال الفنان ديالنا الكبير، اللهم بارك. عواشر مباركه، وحنا مقرب على العيد المبارك ان شاء الله، عيد مبارك مسبقا ان شاء الله الرحمن الرحيم. كي وعدناكم وكيعشتوا معنا اللحظات اللي كنا درنا فرز القرعه، وكان داكشي علانيه على المباشر وعلى اللايف في المحل الجميل لابير صخيرات مع حبيبنا خونا. تفضل حبيبنا. مرحبا العزيز الغالي المشرف مول المحل تبارك الله، والصنعه الطيبه، وراكم عارفين الشيء راه دوينه، والمحل كيشد على هذا الشيء بالكليان ديالو. اذا بعد ما درنا فرز القرعه وتعرفنا على الفائزين اللي كانوا محظوظين، اليوم ها هما هنا معنا، غادي نتعرفوا عليهم وغادي نعرفوا شكون الجوائز. عندنا اربعه الجوائز، الجائزه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. اذا نمشيو الفائز بالمرتبة الرابعة، الجائزة الرابعة اللي هي عبارة عن ماكينة الصابون. ماكينة الصابون راه درنا الفرز، درنا الفرز وكذا، وحضوركم وكذا وعلى المباشر، وطلع لينا المسمى سي بدر. بدر بدر هو الفائز بماكينة الصابون. كاين ديال سي بدر؟ كاين. فينا هو؟ كلمنا سي بدر. مبروك خويا بدر. اذا خوتي اخواتاتي مغاربه بزاف غالي، كيشفتوا حنا على المباشر وخلى عليك على بينه من امرنا، يعني الوضوح والشفافيه. ها الوضوح، ها هو سيدي بدر، ها هي. السلام عليكم. تفضل وتعاود. كنشكركم على الجائزه، وحنا راه ديما كنجيو هذا المحل ديالنا والسلعه تكون بجوده عاليه، وحنا ما كناش متوقعين هذه الجائزه. يعني بغيت نسولك انت من الكليان ديال هذا المحل. يعني من الوالدين ولا من انت اللي بديتي ولا شكون؟ جينا من القنيطره، نسيبنا تيجي تقدم هذا المحل. النسيب ديالكم هو اللي كيتقدم هنايا. اييه. وجانا ورانا هذا المحل وجينا تقدينا منهم. وشو عاد قديتي ديتي ماكينه الصابون؟ سبحان الله يا اخي. بارك الله عليك، صحتك. الصحة والراحة. الله يكبر بك سيدي بدر خويا. بارك الله عليك. ها هي تدي. تعال السيد بدر الدين قال. فضل لحظات الجائزة رقم أربعة لماكينة الصابون، اللهم بارك، الله يسخر الأمور. إذا خوتي إخواتاتي، الآن كيتعرفنا على سيدي بدر اللي هو الفائز بماكينة الصابون، غادي نمشيو للجائزة الثانية، هي عبارة عن غسالة ديال المعي. لافيسيل، اللهم بارك، اللهم بارك. لافيسيل، دابا لافيسيل. اكيد هنا شكون طلع المبارك المسعود اللي طلعت من نصيبه؟ جلال. سي جلال معنا هنا. سي جلال علي بلاصتي هذا هو. ها هو داخل فينا علي لتحت بينا. اييه. الجائزه رقم جوج سي جلال عباره عن اله غسل الاواني. هذه راه مزيانه للدار، مزيانه للمدام. يا سلام. في الكوزينه عندها دور فعال، عندها دور فعال في الكوزينه. إذا هذه ما كتعرف حقها على المرأة. على المرأة. عربة البيت هي اللي كتعرف حقها للماشينات. إذا بما جاء غادي نتعرفوا على الفائز الثالث اللي هي الأخت شيماء. ماك أستاذ؟ لا النهار مقبول لك اليوم، كون ميقن على حسابي النهار. إذا لالا شيماء هي الفائزة بالثلاجة، تبارك الله، بالصحة والراحة. فينا هي شيماء؟ هاي كاينه.
بس بخير صح على بس مرحبا بك عواش مبروكة كل شيء بخير. إذا أنت كي درنا صح القرعة وكذا فرز القرعة أنت كان من نصيبك أنك تكوني فائزة بهذه الثلاجة الصحة والراحة ومبروك عليك. شكرا. ماشي كلمة ماشي كلمة كلمة كنشكركم بزاف على الجائزة صراحة ما كنتش متوقعها كنا شاركنا غا فرازار وجاتنا الجائزة. مبروك عليك مبروك عليك مبروك عليك كاين اللي جا اللي شنو هادي معاك الله يخليك صحه الله حق ايوب حنا من المتابعين ديالهم اللي حنا في تما وجينا الحاج شي كلمه الحاج بمناسبه ديال الجائزه هذه الحمد لله وشكر الله جينا كنقداو ديما من هذه المحل اييه خصنا تنجمدوا ودرنا القرعه وجاب الله التيسير يعني المحل ديالنا اما ليه تعامل معهم وكذا يعني ناس مستوى العالي تبارك الله الحاجه كنتو كتسناو انا غتكونوا من بين الفائزين جينا وبدينا تنقشبوا جينا حنا عائله وشرينا من عنده وبدينا تنقشبوا تنقول له بغيت ديك التلفازه خاصه انا ما عنديش وقال لي وطن في زهرك وجلسنا تنكتبوا داك السميات والحمد لله الحمد لله الصحه والراحه الصحه والراحه اذا كشتوا معنا خوتي وخواتاتي على اننا احنا المساله الحمد لله هي عائليه كما كيف كتشوفوا الناس تسلموا الجوائز ديالهم دابا اللي بقات كيف كنقولوا كنقولوا الجائزه الكبرى الجائزه الكبرى هي عباره عن تلفاز عن تلفاز تبارك الله بحجم كبير حجم كبير تبارك الله ها تتفرج ليا وتبارك الله المونديال جاي ها كاس افريقيا جاي ها كلشي جاي ها ميلو جاي ها فهيد جاي هنا ان شاء الله الرحمن الرحيم في الاقاب ها تبارك الله اذا المحظوظه او المحظوظ كنشوفوا لالا ناعمه لان ناعمه هي الفائزه صاحبه الحظ الكبير بالفائزه بالجائزه الكبرى تلفاز كبير فينا هي لالا ناعمه ناعمه مرحبا مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك اذا كنتي من الفائزين ومن المحظوظين تبارك الله بالجائزه الكبرى تخرج لك الصحه والراحه ان شاء الله الرحمن الرحيم لانت ولا الاسره ديالك الاحساس ديالك وانت تبارك الله انا بالجائزه وتنشكر المعلم هذا المحل اسبق انت كليا انا هنا و عاد شريتها عاجيتي تبارك الله وديتي التلفازه تبارك الله بغالك الله حوايج مباركه مسعوده الله يحفظك تبارك الله عليك شكون تفضل اسيدي تفضل الزوج ديالها الاسم كريم ميلو تتا تبارك المدينه منين المدينه الصغيره تبارك الله اذا مبروك عليكم مبروك عليكم التلفازه تبارك الله هي من حجم كبير دخل بصحه وراحه ورزق على الوليدات ان شاء الله الله يصلح الوليدات وعواشر مباركه تبارك الله عليكم كما شفتوا معنا الاخوان هذه الاجواء ديال توزيع الجوائز بحضور الفنان الكبير ديالنا السي عبد الخالق فهيد فاللهم بارك اجواء مميزه وسط فرحه كبيره ديال الفائزين اذا نعاود نربطوا في الاتصال ثاني لان الاول تحق بينا اللي تبارك الله هاي الجائزه ديالك كنتي من المحظوظين هذه لا فيسيل تبارك الله من التعليقيه الشريفيه بالكوزينه والصحه والراحه ودخل لكم الصحه والراحه ان شاء الله ربنا يرحم وعواش المباركه وتبارك الله غناخذوا كلمه ديال السيد عبد العالي عزمي هو الاول بسم الله اذا كلمه ديال الزدمو المحال وتبارك الله التعامل انا عاشرته ما نقول فيه الا الخير لان تبارك الله عليه والنعمه والنعمه تفضل السيد الحمد لله الحمد لله عواشر مباركه ومرحبا بالجميع وكما كيعرفوا جميع الاخوان والفائزين اللي معنا الحمد لله درنا الطومبوله بكل شفافيه ومصداقيه كما حضر الفنان الكبير ديالنا السي عبد الخالق النوتيغاج اللي درنا في اللايف شفنا الناس الفائزين الحمد لله درنا معاهم اليوم باش نسلموا الجوائز ديالهم مرحبا بهم الله يكمل عليهم بخير وعواشر مباركه الله يبارك فيك الله يبارك فيك اذا من الختام ما نقدر نقول لا ختام مسك ان شاء الله وصحه الفائزين بالصحه والراحه عليهم ودخل عليهم عواشر مباركه مسعوده وعيد مسبق العيد مبارك ان شاء الله وتبارك الله عليك وطلع عليك الجاب تبارك الله عليك الله يستر فكما كتشوفوا معنا بالنسبه للوكاليزاسيون ديال المحل اكيد بزاف الناس غيبغيو يتعرفوا على المحل فالمحل ديالكم جا في الطريق الوطني رقم واحد شارع الحسن الثاني هنا الجوائز ديال مال اليوم غيشدوا الطريق دابا بالنسبه للوكاليزاسيون راه جينا حدا البوسطه اللي في الصخيرات كاين بوسطه وحده حدا المحطه ديال الطاكسيات هنايا وبالنسبه للطريق اللي كتطلع من لوطوروت هنا الرونفوان ديال الجوندارم والمحل ديالكم هو هذا لابيرل دو الصخيرات الله يحفظك خويا الله يكبر بك
فما بقى لي غير نقول لكم تهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يونس فين غادي بهادو؟ غادي مولي وحده دوره القهوه. اللهم بارك.